لهالماست نحن بحاجة لنص حبة أفوكا، ملعقة صغيرة زيت زيتون، وملعقة كبيرة من الحليب السائل. هالكينا رح يرطب بشرتك ويخفف التجاعيد الصغيرة فيها بفضل الفيتامين إي الموجود بالأفوكا وزيت الزيتون. أما الحليب الغني باللاكتيك أسيد والألفا هيدروكسي أسيد فبرطب بشرتك وبنظفها كمان. من بعد ما نهرس الأفوكا منضيف الزيت والحليب ومنخلط المكونات، منعمل باتش تاست ومنمد الماسك على كامل الوجه ومنتركه لمدة 15 دقيقة. منعمل هالماسك مرة بالأسبوع.